بعد ذلك من جديد يحيى الغساني ومهدي قائدي بيطلب الكرة، طلب ممتاز، تقدم فيها، تحرك فيها، عدى عدى قوية يا رب. رجل المهمات الخاصة يظهر الآن، مهدي قائدي دقائق فقط يحتاج إليها ليعلن الحضور. 1-0 يتقدم شباب الأهلي عن طريق البدل، عن طريق عبد الرزاق بالتأكيد. الله يا مهدي، الله يا مهدي، التغيير يأتي والهدف يأتي. هذا كيف يجلس على دكة البدلاء؟ بالتأكيد لا أفهم. انظر ماذا يقدم، يتقدم، يضع الكرة، رجل المهمات الخاصة واللحظات الصعبة. الله على المرور، الزاوية ضيقة لكنها كافية بالنسبة لمهدي قائدي، قوية. 1-0 شباب الأهلي يقص الشريط الرقم 16 عن طريق جوهرة شباب الأهلي التي لا نشاهدها إلا نادرا. 1-0 من لا يخسر في مباراة في أرضية ميدانة تونسية. تقدم، الله، العميد يعدل النتيجة ويعود للدربي ويعود مرة أخرى إلى الدوري. انظر إلى سيبا هنا، يسقط تيغالي ليقف العميد، يسقط تيغالي ليقف العميد بأقدام تونسي. 1-1 عدلوها، صارت الآن نقطة لكل فريق في شوط المباراة الثاني. الكرة تصل إلى حارب، حارب يعود بالكرة إلى هيكل، هيكل يعود بالكرة بعد ذلك.